الحفل الكريم سعيا نحو الارتقاء بالمنظومة الشرطية ومواكبة المستجدات على الساحة الأمنية. نشاهد من يسار المنصة قدوم وحدات المهام الخاصة، تلك القوات التي تستخدم للتدخل في المواقف الأمنية التي تستوجب سرعة التعامل ودقة التنفيذ، وهي وحدات على درجة عالية من التدريب ومزودة بأحدث المعدات والمركبات التي تمكنها من إحكام السيطرة الأمنية الكاملة. يمر أمام حضراتكم الآن قائد الدراجات النارية من قوات المهام الخاصة، ومن خلفهم مجموعة من اللانشات التي تستخدم في الدوريات والمناورات وأعمال البحث والإنقاذ السريع، حيث تمتاز بخفة الحركة وسهولة النقل. ويستعد للمرور أمام حضراتكم الآن المجموعات القتالية النسائية طالبات الكلية، مستقلين أنواع المركبات المختلفة المستخدمة بجهاز الشرطة كسيارة الدورية، سيارات الجيب والدوج رام رباعية الدفع، يظهرن أوضاع الرماية غير النمطية متأهبات لحمل الأمانة وأداء الرسالة، كما تظهر السيارة السبربان المنضمة حديثاً وتستخدم في أعمال الحراسات الخاصة ومرافقة الوفود الرسمية والشخصيات الهامة. ومن خلفها المدرعة الفورد بات والمزودة بمنصة إطلاق نيران وأجهزة رؤية ليلية. ويستعد للمرور أمامنا الآن السيارة معاونة الاقتحام كاملة التدريع المنضمة حديثاً لقوات المهام الخاصة، تم تجهيزها بالكامل محلياً بأيدٍ مصرية على يد خبراء وفنيين من وزارة الداخلية، تستخدم في أعمال الاقتحامات في الأراضي الواسعة وتحمل تدريعاً بعرض 4.5 أمتار يمكن اتساعه لعرض 7.5 أمتار ومزودة بمزاغل لإطلاق النيران ومجهزة ب4 كاميرات منهم كاميرا بالمنتصف تحقق الرؤية 360 درجة. ويظهر أمام حضراتكم الآن سيارة الاقتحام متعددة المهام، ويمكن الاستغناء بها عن أكثر من مركبة شرطية، ويمكن تزويدها بعنصر اقتحام كيناين وروبوت للكشف عن المفرقعات. أمامنا الآن المدرعة المامبا. كما يستعد للمرور أمام حضراتكم من اليسار مدرعة الاقتحام والمعدة هيدروليكياً والمزودة ببرجين مدرعين متحركين يصل ارتفاعهما إلى 8 أمتار، ومزودة أيضاً بمعدات لفتح الثغرة هيدروليكياً، وكذا كاميرات من النوع PTZ تتيح الرؤية لمدى يصل إلى 1500 متراً، ومزودة أيضاً بمزاغل لإطلاق النيران، وتم تصنيعها بالكامل محلياً على يد خبراء وفنيين من وزارة الداخلية. بينما يطل أمامنا الآن مجموعة من طلبة كلية الشرطة ذوي القدرات البدنية الخاصة الذين يخضعون لجرعات تدريبية عالية استعداداً لانضمامهم لقوات المهام الخاصة. إنها حقاً قوات تجسد الإرادة الحقيقية لوزارة الداخلية. وستمضي مسيرة الأمن قدماً تلبي احتياجات المواطنين يحدوها الأمل في غد مشرق، لتعيش مصر دائماً وأبداً مرفوعة الهامة مرفورة الكرامة.